لكن السراي هل يغلق؟ نعم يقول لا تغلق الصفحات. نعم في نهاية الشوط الأول غيث عبد الوهاب اليوم بهذه الكرة الكبيرة حيدر فلاح أمام الشقيق، ولكن ليست المتعة يا الكبير. الله الله يا حيدر فلاح، نعم يفلح من عليك بالصلاة، ونعم يا يقول حيدر فلاح. من الذي ضيع؟ لو كانت كرة القدم من الذي ضيع لكان ريال مدريد هو الأجدر، ولكن نهاية فريق الخليج فارس جول جول. الكابيتانو إبراهيم فارس يعلن الهدف الأول لفريق الخليج، يعني التحية والفاتحة حلوة والله يا فريق الخليج. رفع القبعة على هذه الحركة الجميلة من لاعبي الخليج للمرحوم فارس سلمان. الله على الكرة، هدف جول عالمي عالمي يا كرار شناوة، عالمي على طريقة رونالدينيو، على طريقة الكبير الحاضر راني. الله يا كرار شناوة بهذا الامتاع الكروي الجميل، عالمي باكورد لم يحضر في سيناوة بهذا الامتاع الكروي الجميل، عالمي باكورد لم يحضر. تعال الكرة من حسن فلاح، خرجها وحطيها مع عبد الله ابراهيم صاحب المفتاح، يمشي عفو وليد عمل هدف سيتأهل للدور الثاني في ملعب السفاح بتقدمهم بثلاثية ضد فريق السلام. كابتن كلمة لإدارة الملعب وجمهور تسع نيسان. كابتن محمد أبو جاسم شوية معروف تعرف بالبطولات بالصعيد الآخر، يعني بالفترة الأخيرة نعم هو أقوى واحد صار. نعم وإحنا اليوم جينا نقص. نعم شفت بعينك الفريق كله نقص، بس الحمد لله قدرنا نجتاز هذه المباراة، واحنا قاعدين لا لياقة لا تمرين. اكيد اكيد نتيجة كبيرة، لكن اليوم نشوف يعني حضرتك مجنود نوعا ما واعتراضات شديدة ضد الحكم، وتعرف الزواج شوي هم يلعب جوال. كلمة صديقك مصطفى. كابتن هو راح يدفع المؤخر 10 ملايين واطلق وارجع له ترجع العلاقة بعد. اي والله شو اسوي بعد. الف مبروك كابتن.